بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. بدأ مشوار ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد أو البرتغالي مع النادي الأهلي. الانطلاقة كانت امبارح الحقيقة في مواجهة بتروجيت في نصف نهائي كاس مصر السنة اللي فاتت. انا هقعد اقول لكم كده كل شويه عشان تبقوا حضراتكم او كلكم عارفين طبعا ان احنا بنلعب كاسين، كاس مصر للعام السابق وكاس مصر للعام الحالي. للعام السابق الحمد لله ربنا كرم وقدرنا امبارح نفوز على بتروجيت ونصل 2-0 طبعا، ونصل الى المباراه النهائيه. نهائيه المباراه النهائيه ان شاء الله هتبقى امام الزمالك. في كلام كتير عن هذه المباراه، هل هتلعب يوم 21، هل هتتلعب ولا مش هتلعب، هل هتتاجل، هتعمل، هنخلينا نشوف هذا الامر خلال الفتره القادمه. ولكن وكالعاده دائما عندما تتكلم مع جمهور النادي الاهلي لازم وانا بتكلم اقول ان جمهور النادي الاهلي الكبير والعظيم هو ده وقت المسانده والدعم. خلاص تم اختيار البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي الجديد، بقاله 4 أيام موجود. الحقيقة الراجل في الكلام معاه بيلقب، هو بيقول كده، أنا بألاقي كل الأهلاوية في الشارع، بلقى منهم كل الدعم، هو وجميع المعاونين اللي موجودين معاه. محدش هيقدر يحكم عليه إلا بعد فترة تكون منطقية. إيه هي الفترة المنطقية؟ يعني محدش مثلا كان متخيل إن إحنا امبارح عملنا مباراة كويسة، خلاص عملنا مباراة كويسة وقدرنا نكسب، فهنقول ان لا الفضل يعود الى ريكاردو. لا، ريكاردو له دور بالتحميز، بان انا اقدر اتكلم مع اللاعبين او كده، ولكن في النهاية دور المدير الفني، التكتيك جوه الملعب، طريقة اللعب اللي انا بلعب بيها، مجموعة اللاعبين اللي انا ببقى باثق فيهم، مش هتبان دلوقتي حضرتك، هتبان خلال الفترات القادمة. الفترات القادمة اللي هي امتى؟ لا لسه قدامنا شوية. دور الجمهور ودورنا دلوقتي هو دعم ومساندة ريكاردو لإنجاح هذه التجربة مع النادي الأهلي. النادي الأهلي اختار مدير فني، اختار مدير فني الحقيقة النادي الأهلي علشان وجهة نظري إن هو مدير فني عايز يعمل حاجة، بيدور على حاجة علشان ياخد بطولة واثنين وثلاثة وعشرة. يعلم قيمة النادي الأهلي ويعلم اسم النادي الأهلي منين. يكفي ان انا اقول لحضراتكم، وانا ده يعني انا تواصلت شخصيا مع مانويل جوزيه، اسطوره او ليجند، ذا ليجند مانويل جوزيه، هذه الاسطوره التاريخيه اللي موجوده في النادي الأهلي. اي حد لما تيجي تتكلم على مانويل جوزيه هيقول لك ده راجل يعني بالنسبه للأهلاويه في مكان اخر، الناس كلها بتحبه، كل الأهلاويه بيحبوه، على الرغم ان هو كان رجل عنيف جدا وقوي جدا وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت كل جمهور النادي الأهلي يحبه. كل لعيبة النادي الأهلي اللي كانت قاعدة واللي بتلعب واللي ما بتلعبش واللي مشيت بسبب مانويل جوزيه بتحب هذا الرجل. وبالتالي لما يكون هناك إشادة من مانويل جوزيه بهذا الرجل، إذن خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل. هو مانويل جوزيه يعلم تماما جمهور النادي الأهلي، مانويل جوزيه يعلم تماما جمهور النادي الأهلي، وبالتالي مانويل جوزيه طالما قال انه الراجل ده في حاجة كويسة يبقى الراجل ده في حاجة كويسة، لأن هو يعلم تماما حب جمهور النادي الأهلي لناديه، يعلم تماما حب جمهور النادي الأهلي لاسم النادي الأهلي، ويعلم حب جمهور النادي الأهلي للبطولات. فلما تيجي تتكلم عن هذا الأمر، لا خلاص تم الاختيار، ومن هنا أو منذ أن تم الاختيار وتم الإعلان يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا رسميا عن تواجد مانويل أو ريكاردو سواريش مديرا فنيا للنادي الأهلي وطاقمه، خلاص أصبح هناك الدعم الكامل والواضح ليه من كل جمهور النادي الأهلي. وجهة نظري، أنا عارف جمهور النادي الأهلي دايما بينظر الموضوع بهذا الشكل.